يقول السائل: أنا ساكن في مدينة لندن، وهناك يوجد مسجد كبير، وكثير من الناس الجدد بالالتزام يصلون هناك، وللمسجد إمامان، واحد منهما يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل مكان ويسمع كل شيء، والثاني لا يعتقد هذا، فهل يجوز الصلاة في ذلك المسجد حتى أدعو الناس إلى الحق؟ مسجد وين هو فيه؟ مسجد فيه إمامان. لا، وين هو فيه المسجد؟ في لندن. 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 أي نعم. الإمام اللي يعتقد أن الرسول في كل مكان وأنه هذا لا يجوز الصلاة خلفه. صل خلف الإمام المعتدل. الإمام المعتدل الذي ينهج منهج السنة، منهج الحق. أما هذا الخرافي هذا لا تصلي خلفه، لأن هذا من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم قد مات ودفن عليه الصلاة والسلام في قبره، ما هو في كل مكان. هذا من كلام الخرافيين والغلاة الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم.